صباح الخير، يوم جديد وجولة صباحية بتتجدد معكم مشاهدينا من أورينت نيوز. اليوم 4 شباط. صباح الخير يا رزان. 4 آب يا فادي. 4 آب شو يسعد صباحك فادي، يسعد صباح مشاهدينا بجولة صباحية رح نجول فيها مع بعض بمواضيع مختلفة ومنوعة، بس خلونا نشوف شو هي. التوظيف عبر المواقع الإلكترونية حقيقة أم واقع افتراضي، وما مدى جدوى العثور على وظيفة؟ طلاب سوريون يتحدون الظروف ويكملون تعليمهم العالي ويسعون لنيل درجة الدكتوراه من جامعات غربية. طلاب وفي ألمانيا، طبيب سوري يتفوق على نظرائه الألمان بجراحة العمود الفقري في أكبر مشافي برلين. ورغم تطور الطب وطرق العلاج، دور مهم للأعشاب الطبيعية في مداواة الناس في الوقت الحالي. مشاهدينا، خلونا نروح لموجز لآخر الأخبار من راديو أورينت ونرجع نبدأ أول مواضيع. من راديو أورينت على رأس الساعة ونشرات تفصيلية متتالية. التاسعة بتوقيت دمشق، موجز الأخبار من راديو أورينت. 44 شهيداً في قصف جوي على دوما وكفر بطنة بريف دمشق. وكتائب الثوار تستهدف بالصواريخ المربع الأمني في منطقة كفر سوسة بدمشق. كتائب الثوار تستهدف حواجز طريق حمام حردة التابعة للنظام. وفي ريف حماة أيضاً، مصادر محلية تكشف عن مقبرة جماعية في إحدى النقاط التي كانت تسيطر عليها قوات النظام جنوب مورك. استمرار الاشتباكات بين كتائب الثوار وقوات النظام في بساتين بلدة المليحة بريف دمشق. تنظيم الدولة يفجر سيارتين مفخختين بحاجز الفروكلوس بريف حمص. حزب الله يقصف مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال، والجيش اللبناني يبدأ حملة على مناطق كانت سيطرت عليها جبهة النصرة. احتدام المعارك بين تنظيم الدولة وأبناء العشائر في دير الزور، ومقاتلو العشائر يسيطرون على عشارة وحقل التانك النفطي في المدينة. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 1803 شهداء بعد 29 يوماً من بدء الحملة الإسرائيلية، والاتحاد الأوروبي يقول حمام الدم في غزة يجب أن يتوقف فوراً. الاتحاد الطبي الحر في حلب يطالب بإطلاق سراح أطباء وصيادلة اعتقلهم جيش المجاهدين دون تهم مسبقة. وأخيراً، ارتفاع عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى نحو 1,400,000 لاجئ. نهاية الموجز، دمتم بخير. البحث عن فرصة عمل هو الهاجز الأكبر لدى الشباب، ومع الطفرة الهائلة التي شهدتها مواقع التوظيف، منحت الباحثين عن العمل أمل جديد في إيجاد الفرصة المناسبة. ما مدى مصداقية هذه المواقع وما آلية عملها، وهل تجدي نفعا للباحث عن عمل؟ خلينا نشوف هالتقرير. مع تنوع وسائل البحث عن وظائف ودخول التكنولوجيا إلى هذا المجال، برزت مواقع التوظيف الإلكترونية التي تجمع بين الباحثين عن العمل وبين أصحاب الشركات، بحيث يتم تصنيف المشتركين بشكل آلي حسب اختصاصاتهم وسنوات العمل وتوزعهم الجغرافي. وبعد أن ينتهي المشترك من مرحلة التسجيل، يبدأ البحث بين الوظائف المعروضة في تلك المواقع بما يتناسب مع اختصاصه وأكثر.
مواقع التوظيف مهمة جدا بالنسبة للشركات عموما، عشان هم عندهم اكتر من طريقة ان هم يفل البوزيشنز بتاعتهم. انه انا لو عندي اني كايند اوف اوبننج احتاج ان انا املاها واجيب حد يشتغل، عندي تو اوبشنز، يا اما اكلم ايجنسي من الاول تاخد الموضوع من الاول اديها الفيكنسي وهي تدور لي على حد وتجيبه لي، او ان انا اعمل الموضوع بنفسي واحطه اونلاين. فاونلاين از ماتش بيتر، بيوفر طبعا وقت وبيوفر فلوس، اتس ماتش طبعا لس كوستي ذان الايجنسي نفسها. دراسات عده تشير الى حصول المتقدمين على فرص عمل، ووفقا لدراسه نشرها موقع صحيفه بلومبرج الامريكيه، فان 21% من الاشخاص الذين وجدوا فرصه العمل المثاليه وجدوها عبر مواقع التوظيف. هلا اكيد مجدي للي بده يوظف، لانه بتخليه يوصل لفوق مئات الالوف الناس كله ببوستنج واحد يعني، وصار هين كتير لتتواصل مع العالم وتوظفهم. بس بنظري يمكن مش كتير بيفيد للي بده يتوظف، لانه كتير زاد الكومبيتيشن عليه يعني. الوظيفه واحدة عم بيقدم عليها الوفات لانه صار كتير هين للشخص، ما في شيء عم بيفرق الناس عن بعضها يعني. بس لا اكيد مجدي هو يعني، مش شيء مفروض يكون موجود يعني. ورغم عدم ايمان العديد من الاشخاص بفعاليه التوظيف عبر المواقع الالكترونيه، إلا أن نسبة المستخدمين لتلك المواقع ارتفع إلى 77% سنة 2013 مقارنة ب 34% سنة 2008. ولكن هل تصبح هذه المواقع أكثر فعالية خلال الأيام المقبلة، أو نشهد ظهور تطبيقات إلكترونية أكثر تطوراً تفي بالغرض أكثر وأسرع؟ ولنحكي أكثر عن التوظيف عبر الإنترنت والمواقع المتخصصة، بينضم لنا بهالشأن الأستاذ هيثم الأسعد، مدير مركز إرادة للموارد والتنمية البشرية. صباح الخير. صباحكم. يعني خلينا نبلش بالفعل، قديش هي مواقع التوظيف هي عم تأدي وظيفة فعلية لأنه للشاب إنه يلاقي وظيفة؟ بالنسبة لمراكز التوظيف بتسهل، عم نحكي عن مواقع الالكترونيه، يعني بتعرف اليوم فتحت مواقع الكترونيه كثير، ما زلت كثير من الناس ما زالوا بيعتبروها وضع افتراضي، انه ممكن انه انا ارمي هالحظ انه يزبط او ما يزبط. شركات معينه بتركز تركيز الرئيس في الوقت الحاضر على عمليه التوظيف من خلال مواقع النت. هي حتى عمليه التوظيف من خلال مواقع النت بيعتمد على السي في المقدمه في النت نفسه. هل أنا السي في هاي بتأهلني للمقابلة الشخصية، أو إنها مجرد سي في حظ عم برسلها؟ يعني في آخر فترة، أعتقد في فترة 2008، عملوا دراسة معينة على صحة ودقة السي في المرسلة سواء من خلال النت أو وجدوا إنه بين كل ثلاثة سي في مرسلة في تنتين غير واقعية. أما الافتراضي إنها مو تزبط ما زبطت على شيء ثاني. هذه كانت تأثر كثير حتى على مستوى الشركات، اني عندي عدد كبير جدا من الايميلات جايه او عدد كبير من السي في اللي عندي موجوده ما بقدر احدد. طيب استاذ، قديش تقريبا انتم كمواقع يعني قديش عم تقدروا تحققوا طلب الطالبين التوظيف وحتى الشركات؟ يعني ممكن انتم عم تقدروا تحققوا مثلا 20% او 10% من طلب المؤسسات والموظفين؟ ما اعتقدش انها تتجاوز اكثر من 10%. 10% بالنسبه للنت، بالنسبه للمواقع الالكترونيه للتوظيف ما في كثير، لسه ما زال عالمها في بدايته، لسه العالم ما اخذت عليه. طب كمكاتب؟ كمكاتب في هلا هاي في باستمرار، هي بتتبع الفهم العام لوظيفة هاي المكاتب. إنه أنا حددت إنه بدي للدولة الفلانية أو للشركة الفلانية عدد موظفين معين. قدرة الشركة التوظيف على اختيار الكواليفايد بيبول، المؤهلين لهذا الشيء. يعني إحنا مثل ما عم نشوف إنه المواقع اليوم الإلكترونية متعددة، يعني تقريبا تكون في أحيانا عربية واحيانا تكون في ضمن الدوله. نعم. هل عم تطلب، حتى صارت اليوم المواقع الالكترونيه هي عم تعمل اشتراكات لشركات مقابل اشتراكات سنويه. نعم. بحث العمل عم يشوف الوظائف اللي نازله على الموقع وعم يقدم. نعم. لكن قديش هي عم خلينا نقول انه هي فعلا واقعيه، وكيف لازم الشاب اللي عم يقدم على هالوظيفه يتاكد انه فعلا هالتقديم هو صحيح او فعلا مطلوب؟ هي بقدر اقول لك انها نسبه 50 و50%، لانه انا بفترض ايضا الشركه. هل انا طلبت وظائف
لمجرد اني بس انزل اشتراك لاني مشترك مع هاي الشركه بدي طلب وظائف، ام انه الطرف الاخر نسيها اصلا. يعني انا ممكن اقدم وظيفه في النت بالموقع الالكتروني وفي نفس الوقت انا بدور وظائف في مكان اخر، اذا وجدت عملي في المكان الاخر بنسى اني قدمتها. يعني بدنا نعرف انه هي واقع ام مجرد خيال؟ بين يمكن أستاذ بين واقع وبين افتراضيه. استاذ هيثم، المكاتب يمكن هي عندها مصداقيه اكثر كونها هي الى مكان والى اسم بتخاف عليه. نعم. اما على النت ممكن باي لحظه ممكن انه يلتغى او يروح. طبعا يعني هلا بدك تفرقي بين الشركات الكبيره اللي تقديمها بيعتمد على النت، السي في او الموقع، لانه بدي وظائف وعندي موقع في النت نزله انا بتابعه، عندها قسم مختص في هذا الشيء. لكن في شركات مثلا انه انا عملت اشتراك مع الشركه الفلانيه وقمت في عمل انه بدي وظائف، انا نفسي كصاحب شركه ممكن انسى اني طلبت هاي الاشياء. صحيح، وهذا بيأكد انه هاي الافتراضيه تبعتها. الشركات الكبيره فعلا عندهم اقسام متخصصه موارد بشريه او الهيومن ريسورس اللي هي فعلا عم تهتم بشيء وبتنزل عبر المواقع. في شركات كبيره فعلا بتنزل، لكن خلينا احنا بدنا نتساءل، يعني اليوم في عم تقدم الاف الطلبات، فعلا هل تدرس هذه الطلبات ام تقصى؟ كيف عمليه الاختيار؟ يعني انت كمان مدير مركز اليوم بتجيكم مثلا طلبات التوظيف، كيف يتم انتقاء الطلبات او على اي مبدا او اي اساس بيتم اختيار السيره الذاتيه؟ هي عملية الانتقاء قد تكون بالدرجة الأولى بتعتمد على الخبرة. يمكن كثير من الناس بيقدموا بيعتمد على الخبرة. النقطة الأهم من هذا كله أنه أنا عندي نقطتين في المقابلة الشخصية، طلبي للمقابلة الشخصية. بعض الموظفين ما بيكون عنده قدرة أصلاً، لا مؤهل للمقابلة الشخصية والسيرة الذاتية تبعته بتكون ضعيفة. ممكن يستثنى لعدم قدرته على إعطاء المعلومة أو عدم قدرته على الكتابة، وللأسف هاي اللي بتأخر ناس كثير في الوظائف. على كل الغربة اللي بتتم عنكم أستاذ ولا عند الشركة؟ يعني أنتوا هل أنتوا عليكم بس توصلوا السيفيات للشركات؟ إذا كانت شركات أجنبية أو شركات خارج البلد هاي بتم عملية الغربلة في الشركة نفسها وبيجي مندوب من أنتوا ما بيتم عن طريقكم استثناء أي سيفيات؟ ما بحق لي انا اني استثني اي سي في، لانه انا مكتب توظيف، ممكن يكون وصيت. مطلوب مني التوظيف لمستشفى، لا لا يكون مطلوب مني لشركه صناعيه، لا ما بقدر اجي اقول انه هذا السي في مؤهل لعمله. او على بعض الوظائف بتكون مغريه احيانا نتيجه انه احيانا بعض الشركات بتحط المرتب وانه مرتفع، لكن بتجي الاف الطلبات. نعم. هل تدرس جميع الطلبات؟ هذا السؤال اللي هو العالم دائما واقعيا يجب ان تدرس، يجب، ولكن واقعياً. تدرس ام لا؟ واقعيا يجب ان تدرس، بس ممكن انه يكون عندي قسم مختص، موظفي او موظفتين او ثلاث مجموعه موظفين بيعملوا فايلات لهاي السي فيز، بناء عليها بيجي. بضل انا مربوط بالشركه الام اللي هي طلبت مني اوظف لها، انه انا بدي مثلا 15 بس. والوقت له دور ايضا. طيب استاذ بدي اقول لك، هلا لاي مدى ممكن تاثر المواقع الوهميه على المواقع الحقيقيه واللي لها اسمها؟ كثير حتاثر، كثير عم بتاثر، لانه انا كشخص باحث عن عمل على الجوجل وببحث. يعني خلينا نحكي اليوم استاذي الكريم بما يخص السيره الذاتيه، تفصيل السيره الذاتيه مطلوب مهارات معينه، اختصاص معين، انتوا كمركز شو اللي بتطلبوا من الشخص انه فعلا يهتم اكثر لحتى يصير السيره الذاتيه لها اهميه اكثر وتم انتقائها؟ السيره الذاتيه دائما بتعتمد على اختصارات وعلى نقاط معينه. انا ما بعمل سيره ذاتيه انه عم بعمل قصه او شيء، لا، نقاط ودقه في المعلومات وترتيب المعلومات وراء بعض. الحين لما انا بدي اطلع على سيرة ذاتية مرتبة ومنظمة بضعها في، يعني في نظرة مبدئية وفي بعد هيك تفصيلية. يعني لابد يكون الجهتين، اني افصل الشيء الجيد وبعدين ابدا اتابع فيه. طبعا لابد ندخل في نقطة انه احيانا ما بيكون عندي كل المرتبة كثير فبضطر الجأ للثانية، هنا صعوبة بتكون على
التفريق بين انه هذا قادر او هذا مؤهل او هذا غير مؤهل. طيب استاذ هيثم، في مجال تعطينا بس يعني امور اساسيه انه بتحب انه توصي اي حدا طالب وظيفه انه يحطها بالسي في تبعه، انه بتعزز السيره الذاتيه طبعا لتبعه. اهم شيء بالسيره الذاتيه انه يعملها كباراجرافس او تكون اجزاء. الجزء الاول اللي هو بيشمل المعلومات الشخصيه، الاسم، الجنسيه، الحاله الاجتماعيه، والموبايل والايميل. الحين شركات كثيره بتفضل التعامل من خلال الايميل. طبعا اللي وراها مباشره اللي هي المؤهلات، تخصص، حتى طريقه التخصص. انا مثلا تخرجت عام 1990، مكتوبه في الاول 1990 جامعه كذا، كليه، اسم الكليه والقسم. اذا كان معدلي عالي برفقه. بس اليوم يعني المعدل او الهي ما عاد مهم قد مهم الخبره يعني، وال بعتقد انه كله بيتاخذ بعين الاعتبار. معلومات مبدئيه وراها بيجي الخبرات. خبراتي انا في الاماكن الفلانيه. الان عندنا مشكله انه انا بكتب انه انا اشتغلت في المكان الفلاني من الفتره الفلانيه للفتره الفلانيه. اوكي، ايش اشتغلت؟ اشتغلت مثلا المفروض شرح يعني اكثر، شو اشتغل، شو عمل، معلومات خلال هاي المده. نعم، بتوضح انجازاته ونجاحاته. نعم. بيجي وراها اللي هي الهوايات. ضروري هذا الموضوع. انا علشان اعرف موظفي يعني، خلينا ناخذ مثال بسيط جدا، جوجل. الكل الناس تعرف بدايتها كانت زيها زي اي منشاه صغيره. الان جوجل في محيط شركتها عندها مسابح، عندها كافيات، عندها صالات سينما، عندها كلها تنشيط لموظفينهم. الان انا لما بدي اكتب مؤهلاتي انا بساعد الشركه انها تفهمني شو بقدر اعمل. انا ممكن اكون اشتغلت اوكي شغال محاسب، لكن في العلاقات العامه بيكون لي دور ايضا. في حاله عدم وجود موظف العلاقات العامه عند شركتي اللي انا قدمت لها، انه انا جاهز اقوم بهذا الدور. هاي كلها بتساعد الشركه على انها تنميك وتطورك. يعني انت هون عم تركز على دور انه دور الشركه في تنميه الموظف ايضا. طبعاً. لاضافه الانجازاته على ممكن بحياته او الشركات الزيتية. الناجحه عم بتركز انها تدرب موظفها. طب استاذ هيثم، مين برايك باي دوله عربيه كانت تجربه المكاتب تتعلق بالموارد البشريه او كمواقع الكترونيه هي تجربه ناجحه؟ هي كمواقع الكترونيه يمكن لفت انتباهي دبي، الامارات صراحه على المواقع الالكترونيه. هي مدينه البزنس، لانها مشت خطوه طويله جدا. عندنا بالاردن هنا صار عمليه تخصصيه في المكاتب. يعني مثلا بتلاحظ مكتب الفلاني مرتبط مع السفاره السعوديه، مع السفاره الاماراتيه، مع السفاره. عمليه الارتباط والتخصصيه هي اللي خلت الناس يقدموا لهم، لانه انا عارف حطيت ورقي اللي وضعته في المكان الفلاني معناته انه حيوصل للجهه الفلانيه اللي انا بدي اياها. هذا صار يسهل. كل يوم ويوم بتطور، يعني ما في شيء حيضل على وضعه القديم. يعني استاذ هيثم، يمكن مضبوط الشباب يمكن اليوم لانه عم يتفاعل اكثر مع الانترنت، اول عمليه بيقوم فيها بحث عن وظائف عبر الانترنت، لكن يمكن العلاقات الشخصيه بتوقع عم تلعب اكثر وخاصه بعالمنا العربي. شو رايك؟ العلاقات الشخصيه هي المشكله الرئيسيه. هي المشكله الرئيسيه. صحيح. لانه اذا انا صاحب شركه بدي اوظف، بهمني كثير نجاح منشاتي، بناء عليه بهمني اختار الناس اللي حينجحوا لي هاي المنشاه. اسف. اني اجي والله لي علاقات مع 2 3 4 بدي اختارهم وبدي اجيبهم. عفوا، انا عم برجع منشاتي لورا. صح، بس يمكن عم بلاقوها انه الطريقه الاسهل لحتى انا جيب واحد يمكن يكون اكثر ولاء لي من اي شخص غريب. لكن هذا الواقع. ابدا. لا، هو يمكن تفضل يمكن انه فرق استاذ هيثم بين علاقات شخصيه، لانه اوقات بتكون دورها وسيط، اما المحسوبيات هي اللي بتخوف. المحسوبيات بتبقى كانه فرد انه هذا لو ما كان هي جابت لو ما كان كيف ما هيك. انا بس بدي اوضح بين العلاقات الشخصيه والمحسوبيات. العلاقات ايفن حتى العلاقات الشخصيه والمحسوبيات تنتينهم يفترض في انا كشركه او كمنشاه بدي موظفين يفترض اضعهم جانبا. من احد الامور اللي انا دائما بوصلها للاخرين انه ما يكون شخص واحد اللي قابل، حتى تكون دقه
باختيار الشخص يكون أكثر من الشخص اللي قابل. هيدي بتسهل كتير على نجاح المنشأة، لأنه المنشأة مو عمرها يوم ويومين وسنة وسنتين، المنشأة مستمرة، والمنافسة هي اللي بتأثر على المنشأة. إذا ما وفرت كل الظروف لموظفيني بحيث يكونوا هم عيني، مش أنا كمدير، يكونوا هم المدراء. هلا بناء عليه يجب أن أبتعد عن الأمور الشخصية كاملة. شفنا احنا استاذ هيثم يعني التقرير في كانت مدير التسويق بموقع الكتروني عم تحكي انه فعلا في نسب كثير عاليه بلشت انه عم تتوظف عن طريق الموقع، في المقابل شخص اخر انه قال هي كمان دعايه و يعني عم تكون اقل من، خاصه انه بالدول العربيه لسه الامر يعني يمكن صار له 6 أو 7 سنوات ماشي، ولكن بضل اقل من نظرائنا بالدول الغربيه. استاذي النت لسه ما زال في بداياته في العالم العربي، يعني لو جينا نحسبها حساب التسويق من خلال النت في الدول الغربية يصل إلى تريليونات أو مليارات، خلينا نقللها. في الدول العربية بس أتوقع أنه بداية يعني لسه بداية مبشرة. والآن بدوا الناس يعني أنا يعني لما يكون عندك أنت الآن تسويق صار مش بس أنه مواقع الكترونية، عندك فيسبوك، عندك تويتر، عندك واتساب، عندك أي وسيلة كانت الآن بيتبعوها الناس، بس بدها وقت مش مباشرة. يعني هلأ ما بتقدر أنت أو أي شخص أنه والله من خلال كريدت كارد اني اشتري على النت، ليش؟ لان المعلومه اللي وصلتني مثلا انه انا لكن ما في وهمية. شك استاذ هيثم صار في نقله بالسنوات الخمسه الاخيره، طبعاً نقله كثير كبيره بالعالم العربي بمجال الانترنت. لا. هي كل يوم بده يتطور، عفوا ما في احد بيضل زي ما هو، كل شيء بده يتطور. يعني طيب بمجال مركزكم يعني شو الخدمات اللي عم تقدموها انتم فعلا، او في تدريب او نعم توظيف؟ احنا اهم شيء عندنا تدريب، وهو لاي منشاه كانت انها تدرب موظفينها سواء كان في الموارد البشرية أو في التأهيل. الآن يعني عندنا مشكلة كبيرة جدا احنا في مهارات الاتصال. هي فعلا في مشكلة بالمهارات الاتصال، التواصل بين الموظف تواصل بين الموظف، بين العلاقات العامة وبين الجمهور، بين يعني انا لما بدي اتجه لفندق معين وبدي اتعامل مع الريسبشنست يفترض انه افترض فيه مهارات الاتصال عنده كاملة. لما أجد مثلاً إنه أول ما أوصل له ما عم بيضحك، ما عم بيبتسم، هذا كله بيأثر. لما يكون عندي أنا موظفيني جاهزين كمهارة اتصال، كلغة جسد، كنبرة صوت، كحركات، ككل هذا حركات الأيدي إلها دور. هاي بودي لانجويج فتنا بموضوع. بودي لانجويج ما هو أساسية، أساسية هاي من يعني لما أنا بدي أوظف بس لمجرد التوظيف شيء. وأوظف لمجرد نجاح شركتي شيء آخر. يعني زمان كنا نقول إنه 90% نعملها إعلان عشان أنجح شركتي، وال10% هي رأس المال. طيب الآن دخلنا في موظفين ابتداء من الأوفيس بوي وانتهاء بالمدير العام نفسه. صحيح. هذول لازم يتأهلوا تأهيل كامل، سواء كان إني أدربهم، سواء إني أنشطهم، أحل مشاكلهم. يعني عندنا مثلا انه انا والله ما ارتحت مع الشركه الفلانيه، قدمت استقالتي، بقول لك اوكي وقعت لك وتاتو. الشركات صحيح. الناجحه بتقابل مع اللي ترك الشغل حتى اعرف ايش المشاكل اللي خلته يترك شغله حتى اني اقدر اعالجها يا مع الموظفين الاخرين او اني اقدر احل له اياها. يمكن احد بيركز على هاي النقطه بالذات، ما حد بيركز عليها، بقول مجرد ما قدم استقالته خلاص ريحنا بوفر عليهم. صحيح. طيب استاذ هيثم الاسعد مدير مركز اراده للموارد الموارد البشريه بنتشكر كثير حضورك ولكل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع لحياه الناس. كل جمعة وسبت الساعة 1 الظهر.
القلم جبل الفيل عقبات كثيرة بتواجه الطالب السوري في رحلة بحثه عن فرصة لإكمال دراسته بعدما توقفت بسبب الأحداث الجارية. رسالة الدكتوراه التي قدمت في جامعة أريس دليل واضح على إصرار الطالب على إكمال الدراسة رغم كل الظروف. منتابع التقرير. ظهرت الجامعات الخاصة بشكل ملحوظ بعدما فشلت الحكومة السورية المؤقتة لحد اللحظة في إيجاد جامعة حكومية تضم الطلاب السوريين الذين منعتهم الظروف من إكمال دراستهم. يقول مراقبون جامعة أريس إحدى هذه الجامعات التي تحاول مساعدة الطلاب السوريين الموجودين في تركيا، واليوم نوقشت رسالة دكتوراه في هذه الجامعة تحت عنوان مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان. الفقه يعتبر من العلوم الشرعية اللازمة للمسلمين، وخاصة في هذه المرحلة التي تعيش فيها سوريا الحبيبة، وقد حققت فيها مخطوطا في قسم المعاملات الشرعية، وجميع الطيف السوري والداخل السوري الآن بحاجة إلى معرفة المعاملات التي تحدث فيما بينهم. فقد حققت هذا المخطوط في الفقه الحنفي مقارنا ببقية المذاهب الأخرى من أجل أن أفيد فيه إن شاء الله ثورتي وأفيد فيه بلدي وشعبي في المستقبل القريب. رسية كل رسية في الاشتغال المختصرة، فالاختصار والتوسع فيه. تناولت الرسالة جميع الجوانب الفقهية التي تلامس حياة الإنسان اليومية في جميع المجالات كالجهاد والبيع والشراء وغيرها، وقد أشرف على هذه الرسالة نخبة من أساتذة الفقه الشرعي. وتحاول جامعة أريس بحسب عميدها أن تساعد الطالب السوري في تخطي جميع المطبات التي تواجه طريقه من خلال تقديم الفرص التعليمية في شتى المجالات وخاصة التعليم العالي. لأن يوجد سياسة عالمية لتجهيل الشعب السوري مع تدميره، والتجهيل هو أس من أسس التدمير لمكونات الشعب السوري، والغزو الفكري أسوأ من الغزو العسكري والطيران والفتك والقتل الحاصل في سوريا. لذلك نحن أتينا من أجل مساعدة الشعب السوري في تحصيله العلمي وخصوصا في الدراسات العليا. مشاكل كثيرة تواجه العملية التعليمية وخاصة المرحلة الجامعية، وعبء كبير يحمل على الطالب السوري في رحلة بحثه عن فرص لإكمال دراسته. لكن كل هذه الظروف لم تمنعه من المواجهة والمحاولة، فالعلم هو السلاح الأقوى الذي يستخدم لحماية المجتمعات من الجهل على حد وصف الطلاب. رسالة الدكتوراه هذه دليل واضح على أن الطالب السوري يتحدى كل الظروف والمصاعب التي تواجهه في طريق علمه.
عمار دندش، أورينت نيوز، من مدينة الريحانية. أهلا بكم مشاهدينا بجولة على أهم عناوين الصحف الصادرة لهذا اليوم، والبداية من صحيفة القدس العربي وفيها: إسرائيل تعلن انسحاب جيشها من قطاع غزة بينما تواصل ارتكاب المجازر. مسؤولون إستراليون يحضرون حملة لإنقاذ غزة. النصرة تواجه الجيش اللبناني في عرسال وتوقع عشرات القتلى والجرحى. مصدر عسكري مصري ينفي نشر قوات على حدود. محافظ الحسكة ينسحب إلى ريف القامشلي، والمدينة تخلو من قوات النظام السوري، والبحر يتراجع عن إدانة قوات حماية الشعب الكردية. منظمة العفو الدولية تطالب المغرب بوقف متابعة المصرحين بالتعذيب. حزب جزائري يدعو السلطات إلى رفع معونة غزة إلى 100 مليون دولار. العراق القيادة السنية تهدد بمقاطعة العملية السياسية رفضاً لإعادة ترشح المالكي، وأسلحة أمريكية تصل البصرة. لبنان مسلح داعش والنصرة هاجموا مراكز الجيش في عرسال بعد اعتقال قائد لواء فجر الإسلام، وجنبلاط يدعو الحريري ونصر الله وبري للتعاون. وفي صحيفة القدس العربي مقال تحت عنوان واحة ديمقراطية متوحشة للكاتب صبحي حديدي، فلنتابع. افتتاحية بعنوان إسرائيل والعالم تناولت عواقب العدوان الراهن على غزة لجهة تحولات الرأي العام العالمي. توصلت أسبوعية الإيكونوميست البريطانية إلى هذه الخلاصة: لم يعد النفور من إسرائيل يقتصر على الاحتجاج والغضب والسخط والتعاطف مع الضحايا، وثمة تبدل عميق في الموقف الشعبي يبلغ درجة نزع الشرعية، أي النظر إلى إسرائيل كدولة متوحشة لا تنتمي إلى المجتمع الدولي المتمدن. في المقابل كان يكفي أن يقع جندي إسرائيلي واحد في الأسر وليس الخطف في الواقع، لأنه أتى إلى القطاع غازيا ومحتلا أولا، حتى ينتفض المجتمع الدولي من الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فضلا عن عشرات الساسة في أوروبا والولايات المتحدة دفاعا عن سلامته وراحته. وفي الآن ذاته والجدالات حامية الوطيس، كان الوحش الإسرائيلي يواصل الإجهاز على المزيد من الأبرياء، فيقتل عشوائيا ولا يبقي حجرا على حجر، ويضرب ويقصف وينسف ويدمر شرقا وغربا وجنوبا وشمالا. ويبقى أن أحد النماذج الدراماتيكية على تحولات الرأي العام الأوروبي تجاه إسرائيل تلك التغريدة التي كتبها النائب ديفيد وورد عن حزب الديمقراطيين الأحرار في البرلمان البريطاني: إن كنت أعيش في غزة هل كنت سأطلق الصواريخ على إسرائيل؟ على الأغلب كنت سأفعل ذلك. إلى صحيفة الحياة والتي تنشر محادثات لهما في عام 1945 بحسب الأرشيف الوطني الأمريكي، ويقول فيها الملك عبد العزيز لروزفلت: العرب سيختارون الموت على التخلي عن أراضيهم الفلسطينية. وفي العناوين: إسرائيل نحو انسحاب أحادي من غزة، داعش يستولي على حقلي نفط قرب كردستان، لبنان النصرة تقتحم عرسال، الجيش يسترد مواقع فارسال ويؤكد المواجهة، مجزرتان في رفح تواكبان مساعي التهدئة في القاهرة، داعش يوسع دولته بعد طرد البشمركة من سنجار، 18 تنظيما مقاتلا تؤسس مجلس قيادة الثورة، حتى الأموات في غزة يبحثون عن مأوى. قولوا لا للتطرف، مقال للكاتب جهاد الخازن في صحيفة الحياة، ويتابع الكاتب قائلا:
رئيس وزراء تركيا فقد كثيرا من إعجابي به واحترامي لإنجازاته في السنتين الأخيرتين، إلا أن حديثه في افتتاح مؤتمر لعلماء المسلمين في اسطنبول كان لافتا، فقد سأل كيف يمكن للذين يناصرون الحسين أن ينظروا إلى وجه الحسين اليوم. هو قال إن أسماء أشقائه الثلاثة هي علي وحسن وحسين، وأن اسم حفيده هو علي، وعاد ليسأل لماذا لا تسمون عمر؟ كنت أتابع مؤتمر اسطنبول وأمامي أخبار وصور في صحف غربية عن هجرة الشيعة من مناطق سيطرة داعش أو الدولة الإسلامية في شمال العراق وشرقه إلى كردستان أو الجنوب. الأزهر الشريف يقول إن الشيعة الجعفرية الاثني عشرية طائفة مسلمة، وهو كلام سمعته من الملك الحسن الثاني رحمه الله. على الأقل الشيعي في العراق عنده حكومة من طائفته يستطيع أن يلجأ إليها، غير أن المسيحية في العراق لا ملجأ له سوى مناطق الأكراد في شمال العراق وشرقه. ورئيس الوزراء نور المالكي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والبابا فرانسيس دانوا تهجير المسيحيين من الموصل. أفضل منهم أهل العراق المسلمون، فقد احتضنوا نصارى بلدهم وحموهم. البغدادي والإرهابيون يخالفون القرآن الكريم في التعامل مع المسيحيين العراقيين. الفاروق عمر طرد اليهود من القدس وسلمها إلى النصارى، بل هو أعطى مفاتيح كنيسة القيامة أهم معالم المسيحية إلى صحابي مرافق ليفتح الكنيسة في الصباح ويغلقها في المساء. في سوء كل ما سبق أن الاضطهاد المتبادل بين السنة والشيعة واضطهاد المسيحيين خدمة لإسرائيل مجانية لا تقدر بثمن، فهي تقتل أهالي قطاع غزة يوما بعد يوم، وقد يكون القتلى 10 أطفال يوما و100 بالغ في يوم آخر، والعالم كله ضد إسرائيل. فالكنائس المسيحية الأمريكية دانتها، خصوصا الكنيسة المشيخية وهي من فروع البروتستانتية، وهناك تظاهرات في الشوارع من أمريكا إلى أوروبا ضد جرائم إسرائيل. ثم يأتي الإرهابيون في العراق وسوريا ليقدموا لها مخرجا. وأجد الآن أن الميديا الليكودية الأمريكية تركز على اضطهاد المسيحيين في بلاد المسلمين في محاولة حقيرة مكشوفة لإبعاد أنظار العالم عن الجرائم النازية المستوى التي ترتكبها حكومة مجرمي الحرب الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وفي عناوين المستقبل اللبنانية: سلام للمستقبل، الوضع خطير ووحدتنا حصن الجيش. مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة تروع واشنطن. مجلس جديد لقيادة الثورة السورية. داعش تفاجئ البشميرغا وتستولي على سنجار. عباس يطالب المجتمع الدولي بإلزام حكومة نتنياهو وقف العدوان والتجاوب مع المبادرة المصرية. دروز 48 غاضبون من ابن جلدتهم قائد لواء جولاني. آلاف المتظاهرين أمام البيت الأبيض دعما لغزة وللدعوة إلى السلام. علاوي أشاد بدور السعودية الداعم لوحدة العراق وكشف عن صراع بين طهران ومراجع الشيعة بشأن المرشح لرئاسة الوزراء. رفح الشهداء في الشوارع والمستشفيات إما مستهدفة أو مكتظة. ونطالع في المستقبل اللبناني مقالا تحت عنوان الهلال الإيراني انكسر في غزة والعراق، كتبه أسعد حيدر ويقول فيه: الهلال الإيراني لن يكتمل، ضرب في وسطه وربما في قلبه. المشروع الإيراني في تمدد النفوذ الإيراني من أفغانستان إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط على الحدود مع تركيا. كاد أن ينجز هذا المشروع الحلم من حق إيران أن يكون لديها مشروع يجعل منها قوة كبيرة، شريكة في صناعة القرارات المتعلقة بالمنطقة الممتدة على طول الهلال الذي رسمته، لكن ليس من حقها مطلقا أن تلغي الآخر، خصوصا إذا كان جزءا جغرافيا وتاريخيا من المنطقة. الأسوأ اعتقاد إيران أنها قادرة على مقارعة الولايات المتحدة الأمريكية. الأرجح أن طهران اعتقدت أن الرئيس باراك أوباما رئيس فاشل وضعيف وغير قادر على قيادة بلاده، فكيف بالعالم؟
باراك أوباما سيدخل التاريخ لأنه أخبث رئيس أمريكي، ولأنه اعتمد سياسة التدخل السلبي عكس سياسة كل الرؤساء 43 الذين سبقوه، وهي التدخل الإيجابي بالحرب والحصار. عماد استراتيجية التدخل السلبي إغراق أي خصم في وحول الصدامات والمواجهات من دون حساب لخسائره، شرط أن تكون الكلفة الأمريكية المادية والبشرية صفراً. إيران سقطت في الفخ الأوبامي بطريقة مأساوية. خسارة حزب الله ضخمة جدا معنويا وسياسيا. الآن يتساقط المقاتلون في القلمون وفي العراق من أجل أن يبقى الأسد والمالكي. المالكي لن يبقى إلا كما الأسد فوق حطام العراق وسوريا، في النهاية ستكون التسوية على حسابهما. أما غزة التي يسجل أهلها الغزاويون أعلى درجات البطولة والصمود والشجاعة، يجب الاعتراف بكل شجاعة، حولت الغزاويين إلى كيس ملاكمة بشري مطلوب فيها أن يتعب الملاكم ليتوقف عن القتل. لم يبقى أمام إيران سوى أن تتواضع قيادتها وتفتح الباب أمام مصالحة تاريخية، أولا مع العرب لمواجهة المذهبية المتطرفة، إلى أن يستعيد العرب قوتهم تكون المواجهة مع إسرائيل، لأن هزيمة إسرائيل لا تكون بالصلوات، والجنرال سليماني يعرف أكثر من الجميع هذا الواقع. والآن إلى رسوم الكاريكاتير. انتهت أخبار الصحف، فاصل قصير ونعود إلى أخبار الرياضة، ابقوا معنا. كن على اطلاع وابحث في آخر الأخبار وأبرز المستجدات، كن أول من يعرف بالخبر فور حدوثه، وشاهد كافة البرامج والتقارير المرئية والمكتوبة عن الشأن السوري، وابق دائما على اتصال عبر بثنا المباشر. حمل تطبيق أورينت نيوز على الآيفون أو الأندرويد أو الآيباد. شاهد وعرف أكثر.
تحدث تغيرات كثيرة، تتعدد الظروف والأسباب، تتغير القناعات والاختلافات، يدور كل حدث في محور. في المحور يأتيكم في الأوقات التالية على أورينت نيوز. مشاهدينا، ومثل ما عودناكم الاخبار الرياضيه راح يخبركم عنها زميلنا معن عمر. يسعد صباحك معنا. صباح الخير رزان، وصباح الخير فادي، وصباح الخير لمشاهدينا الكرام. شو اخبارك اليوم؟ والله عندنا اخبار منوعه بين اخبار حزينه وأخبار. نعم لك على الاخبار الشخصيه. اخباري انا كويس الحمد لله، نشكر الله. مبسوط. اخبارك كيف حالك؟ مبسوط بشوفك. كيف امورك؟ مبسوط بشوفك. بعدين بنسال اخبار رياضيه. تصابحت بصوتك اليوم فاكيد مبسوط. تسلم لي يعني. كلك زوق. الله يخليك. يلا سمعنا الاخبار الرياضيه لكان. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام لاخبار الرياضة، حيث نعت الهيئة العامة للرياضة والشباب المعارضة البطل السوري محمد عدنان الحريري. وقالت الهيئة في بيانها أن الشهيد البطل لاعب المنتخب السوري بالملاكمة والكيك بوكسينج استشهد خلال معارك تحرير تل الخضر الأخيرة، وسبق للحريري أن حاز على بطولة الجمهورية بالملاكمة، كما مثل سوريا في بطولة العرب عام 2005 وفي بطولة العالم بمصر 2009. وإلى آخر مستجدات قضية انتقال النجم التشيلي أرتورو فيدال من ناديه يوفنتوس الإيطالي إلى مان يونايتد الإنجليزي، حيث أبدى اليوفي مرونة لإتمام صفقة الانتقال خلال فترة الميركاتو الصيفية الجارية. وأجمعت الصحافة الإنجليزية والإيطالية أن إدارة السيدة العجوز اشترطت ضم ثنائي الشياطين الحمر لويس ناني وخافيير هرنانديز المعروف بتشيتشاريتو ضمن صفقة تبادلية. وأشارت الصحف إلى أن فيدال نقل رغبته لمسؤولي يوفنتوس بالرحيل عن الفريق بمجرد أن انتشرت تقارير صحفية باهتمام نادي مانشستر يونايتد لضمه مقابل 40 مليون جنيه استرليني. عاد الكولومبي راديميل فالكاو مهاجم فريق موناكو الفرنسي لممارسة هوايته المفضلة بتسجيل الأهداف، وذلك عقب الشهور السبعة التي قضاها مصاباً. وسجل فالكاو هدفا ليقود فريقه للفوز على أرسنال الإنجليزي بهدف نظيف في كأس الإمارات الودية. فالكاو افتتح التسجيل لموناكو برأسية متقنة بعد ركلة حرة غير مباشرة مميزة في الدقيقة 37 من متابعة لعرضية أرسلها المغربي نبيل درار. وكانت آخر مرة سجل فيها فالكاو في 22 من يناير الماضي في كأس فرنسا، حيث تعرض حينها لإصابة في الركبة اليسرى حرمته من المشاركة في كأس العالم المؤخرة في البرازيل. أظهر استطلاع للرأي أن أغلب جماهير ريال مدريد الإسباني ترفض الرحيل المحتمل لحارس الفريق دييغو لوبيز. وأظهرت النتيجة النهائية للاستطلاع أن 60% يعارضون الرحيل المحتمل للحارس. وذكرت تقارير إخبارية مؤخرا أن ريال مدريد أبلغ لوبيز بالفعل قراره بالاستغناء عنه بعد أن تعاقد الميرينجي مع الحارس الكوستاريكي كيليور نافاس ليكون احتياطيا لكاسياس. ومن ضمن الأندية المرشحة لضم لوبيز في حال رحيله
كل من موناكو الفرنسي ونابولي الإيطالي. وكما جرت العادة مزيد من أخبار الرياضة في سياق التقرير التالي. نبدأ جولة الرياضة من الولايات المتحدة، فقد شهدت مباراة مانشستر يونايتد وريال مدريد ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال أكبر حشد جماهيري في أمريكا لمتابعة كرة القدم، فقد تدفق ما يقارب من 110 ألاف مشجع إلى ملعب ميشيغان لمتابعة المباراة التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف. كشف مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن إمكانية إلحاق خيميس رودريغيز بمباراة السوبر الأوروبية أمام إشبيليا. كارلو تحدث بعد خسارة فريقه في المباراة الودية أمام مانشستر يونايتد قائلا إن خيميس يتدرب الآن في مدريد وقد يكون جاهزا للعب في مباراة السوبر. المدرب الإيطالي قلل من أهمية النتائج حيث خسر فريقه كل المباريات في البطولة الودية، وأكد بأن الهدف الرئيسي منها الحصول على اللياقة البدنية للمباريات فقط. وإلى ملاعب الكرة الصفراء، فقد تأهلت الأمريكية سيرينا ويليامز المصنفة الأولى إلى نهائي بطولة ستانفورد لتنس السيدات بعد فوزها على الألمانية أندريا بيتكوفيتش بمجموعتين متتاليتين 7-5 و6-0 لتضمن المنافسة على اللقب. قاد العداء الجامايكي يوسين بولت منتخب بلاده للفوز بسباق 100 متر تتابع ليحرز أول ميدالية له في مشواره بدورة ألعاب الكومنولث، وأنهى بولت الحائز على 6 ألقاب أولمبية السباق مسجلا رقما قياسيا جديدا في ألعاب الكومنولث قدره 37 ثانية و58 جزءا من الثانية. نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وعودة الآن لزميلي في الاستديو لاستكمال مشوار جولة الصباح فادي ورزان، تفضل. شكرا يا معن. شكرا لك معن، ونتشكرك على الأخبار الحلوة اللي قدمت لنا إياها، بس للأسف كمان كان في خبر حزين، ونحن بدوننا منقول الرحمة لروح شهيد البطل أكيد. بطل الملاكمة محمد عدنان الحريري. أكيد. مشاهدينا، معروف للسوريين باجتهادهم بمجال الطب، وبالعاصمة الألمانية برلين بيقيم طبيب سوري متخصص بمجال جراحة العمود الفقري، وبيعمل كطبيب استشاري بأكبر المشافي هناك. زميلنا مكسيم العيسى كان له زيارة خاصة لهالدكتور، خلونا نتابع هالتقرير. صباح الخير. الجميع يعلم بأن السوريين مبدعون في مجال الطب البشري. سنتعرف اليوم على طبيب سوري مجتهد جدا في مجال جراحة العمود الفقري، رافقونا. هلا هلا بيك، هلا مكسيم، هلا سريح. صفوان المحمد من أبناء عائلة السطم في مدينة دير الزور، تعلم في مدارسها حتى حصل على الثانوية العامة، ثم درس الطب البشرية في جامعة حلب وتخرج منها ليهاجر إلى المملكة المتحدة بغرض التخصص. بقي لفترة هناك ثم انتقل إلى ألمانيا ليتخصص في مجال الجراحة العصبية. عمل الدكتور صفوان في أكبر مشافي برلين وهما الشاريتي والفيفانتس كطبيب استشاري في مجال جراحة العمود الفقري. يعتبر المحمد أحد أبرز الأطباء السوريين في هذا المجال، وبعد مجهود كبير افتتح عيادة خاصة به ليقبل عليها الآلاف من المرضى. فأنا بلشت بخمس مرضى في اليوم، بعدين صاروا 10، بعدين صاروا 20، بعدين صاروا 100 و200، والحمد لله اليوم عندنا في يعني المسجلين في العيادة 5000 مريض يعني. فعملك هو اللي يثبت، عملك هو اللي يجيب المريض سواء كان أوروبي ولا عربي، ولا العمل هو الأساس والمعاملة مع المريض يعني. ولا يخفي المحمد ميوله إلى العمل في العيادة أكثر من المشفى، كون العيادة تمنحه فسحة أكبر من الحرية بصفته المسؤول الأول عن كل ما يجري فيها. من الإيجابيات من العيادة الخاصة إنه الإنسان هو اللي يقرر يعني وقته، أوقات العيادة، أوقات الدوام، أوقات الإجازات. فلما الإنسان يعمل في المستشفى لا يستطيع أن يقرر إمتى يأخذ إجازة ولا إمتى يداوم، يعني المفروض على شيء العيادة فيها حرية أكثر في اختيار الوقت، وهذا هو السبب الأساسي يعني في إنه قررت أفتح العيادة. ويرى الدكتور صفوان بأن الفرق كبير بين تقنيات وآليات جراحة العمود الفقري في السابق والتطور الحاصل عليها حاليا، إذ أنهم يستخدمون الآن طرقا أكثر سرعة وأمانا.
الآن الطرق أو التقنيات الحديثة الآن يجرى بفتح صغير مثلا عملية الديسك أو استبدال الديسك، يجرى شق لا يتجاوز 4 سنتي أو 3 سنتي، ويتم استبدال الديسك مثلا ويوضع محله ديسك من مادة البلاستيكية أو يكون مثلا معدن. أنجز المحمد العديد من العمليات الصعبة في مجال جراحة العمود الفقري والأعصاب، أشهرها كانت لامرأة ألمانية مسنة كانت بحاجة إلى توسيع للقناة الشوكية، حيث تكلل ذلك بالنجاح وكتبت عنها الصحف الألمانية حينها. عملت لها توسيع للقناة الشوكية وركبت لها يعني أضفت لها تركيب ما يسمى المبعد الذي يوضع بين الفقرات من الخلف على هذا الشكل مثلا، فيعني تحسنت بشكل كبير وقامت هذه المرأة بالذهاب إلى الجريدة التلفزيون والجريدة وأخبرت الجريدة وعملت تقرير يعني كبير ضخم، وأجوا لعندي العيادة وعملوا معي لقاء. هذا التقرير، هاي صورة وهي عمرها 83 سنة يعني المرأة، وبعد العملية صارت تركب البسكليت وعاشت حياتها الطبيعية يعني. وساهم المحمد في العديد من الأنشطة الإغاثية الطبية لدعم اللاجئين السوريين في تركيا والداخل، ومع كل هذا النجاح يبقى طموحه قائما. والله يعني على المدى الشخصي يعني انه اطمح انه ابقى بصحة وقادر يعني على انه متابعة عملي، لانه الصحة هي اهم شيء. اطمح انه بلدنا ينعم بالامان طبعا على المستوى العام، انه يرجع الامان لبلدنا وترجع العالم تعيش حياتها الطبيعيه، وانه اتمنى انه اشوف انه تصير عندنا مشافي حديثه متقدمه تخدم هالعالم. هاي للسوريين بصمه في عالم الابداع والنجاح اينما كانوا، اذ يرغب الجميع بعوده هكذا تجارب وخبرات الى سوريا لبناء وطن يسوده العلم والتطور. مكسيم العيسى، اورينت نيوز، برلين. مشاهدينا، وهلا صار وقت موجز الاخبار، خلونا نروح لراديو اورينت ونشوف الموجز. اما مي بتقول صباحكم خير ومحبه، انا ما بستغنى عن الكتاب بس كمان بفتش عن كتب على النت لانه بيكون صعب لاقيها بالمكتبات بالسوق. يسعد لي صباحك يا مي. مستمعينا، رح ننتقل لمجد الاخبار لعند حازم، بعدها رح نرجع لنكمل معكم الساعه الثانيه من برنامج صح النوم. الاخبار من راديو اورينت على راس الساعه، ونشرات تفصيلية متتالية. العاشرة بتوقيت دمشق، جولة الأخبار من راديو أورينت. 44 شهيدا في قصف جوي على دوما وكفر بطنة بريف دمشق. وكتائب الثوار تستهدف بالصواريخ المربع الأمني في منطقة كفر سوسة بدمشق. كتائب الثوار تستهدف حواجز طريق حمام حردة التابعة للنظام. وفي ريف حماة أيضا، مصادر محلية تكشف عن مقبرة جماعية في إحدى النقاط التي كانت تسيطر عليها قوات النظام جنوب مورك. استمرار الاشتباكات بين كتائب الثوار وقوات النظام في بساتين بلدة المليحة بريف دمشق. تنظيم الدولة يفجر سيارتين مفخختين بحاجز الفرقلوس بريف حمص. حزب الله يقصف مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال، والجيش اللبناني يبدأ حملة على مناطق كانت سيطرت عليها جبهة النصرة.
اصطدام المعارك بين تنظيم الدولة وأبناء العشائر في دير الزور، ومقاتلو العشائر يسيطرون على عشارة وحقل التنك النفطي في المدينة. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 1803 شهداء بعد 29 يوما من بدء الحملة الإسرائيلية، والاتحاد الأوروبي يقول حمام الدم في غزة يجب أن يتوقف فورا. الاتحاد الطبي الحر في حلب يطالب بإطلاق سراح أطباء وصيادلة اعتقلتهم جيش المجاهدين دون تهم مسبقة. ارتفاع عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى نحو 1,400,000 لاجئ. نهاية الموجز، دمتم بخير. من راديو أوريان، راديو أوريان، صباح الخير. رجعنا لكم من جديد لنكفي معكم الساعة الثانية من برنامج صح النوم. طبعا هلأ احنا ما نسينا انه نسأل حازم عن موضوعنا لليوم. حازم، موضوعنا اليوم بيقول انه شو رأيك بالكتب الإلكترونية وبالكتب الورقية؟ انت بتفضل تقرأ كتاب على النت ولا انك تمسك كتاب وتقرأ؟ هلأ شو بفضل بشكل رغبة شخصية؟ لا، الكتاب العادي هلا اكيد بحبه، له هيك مثل ما بيقولوا الكل، يمكن ما بعرف الاغلبيه بسمعهم بيقولوا انه له هيك طابع خاص. بالضبط، يعني بتحس المتعه اكثر انت بتقرا كتاب. ايه، بالمقابل يعني ما فينا ننكر انه هو كثير الكتاب الالكتروني يعني عملي اكثر. يعني انت هذا رايك انه الكتاب الورق بيكون افضل بكثير من الكتاب مع الالكتروني؟ مع انه المساله الحديثه الكتاب الالكتروني لا، هو اكثر عمليه. وهذا رأي حازم. خلونا نروح للمشاركات ونشوف رأي مي في الموضوع. مي بتقول صباحكم خير ومحبة، أنا ما بستغنى عن الكتاب بس كمان بفتش على كتب على النت لأنه بيكون صعب نلاقيها بالمكتبات بالسوق. يسعد لي صباحك يا مي. ما شاء الله أجمل ملامح شفتها، أجمل ملامح. مشاهدينا بنبقى مع فاصل صغير وبنرجع بنكمل جولتنا الصباحية. كل جمعة وسبت الساعة 1 الظهر. Radio Orient.
تحدث تغيرات كثيرة، تتعدد الظروف والأسباب، تتغير القناعات والاختلافات، يدور كل حدث في محور. في المحور يأتيكم في الأوقات التالية على أورينت نيوز. مشاهدينا، كثير من الأحيان بتحل الأعشاب الطبيعية مكان الأدوية الكيميائية في علاج الأمراض، والناس بهالوقت الحالي كثير عم تلجأ لهالنوع من العلاجات لعدة أسباب. خلينا نشوف هالتقرير عن المداوات بالأعشاب ونرجع مع بعض. بالرغم من أن الطب الحديث وصل إلى طفرة هائلة من العلاج لمعظم الأمراض، إلا أن بعض الأدوية الكيميائية تترك مضاعفات سلبية على جسم الإنسان. وبشكل عام تعتبر الأعشاب الطبيعية من أهم الأشياء التي نستخدمها في حياتنا، وذلك لقلة الأثار الجانبية الناجمة عنها، حيث ينصح الأطباء بالتداوي بها على حسب كل مرض. ولا تنفرد المواد الشافية في الأعشاب بناحية واحدة لها علاقة بجزء خاص في الجسم دون أن يكون لها تأثير آخر في غيره، كما هو الحال في الأدوية الصناعية الموجودة في الصيدليات، بل إن هذه النباتات الطبيعية مخلوقة بمزيج يستحيل على الإنسان أن يأتي بمثله. ولذلك كانت العشبة الواحدة تحتوي من المواد الفعالة ما يجعلها مفيدة في مداواة أمراض مختلفة ولو تغيرت طرق استعمالها حسب ما يقتضيه المرض المعالج، لكن ليس من الضروري أن يكون هذا التداوي آمنا في كل الأوقات، حيث أشارت عدة دلائل إلى أن اللجوء إليه له آثار سلبية، ويجب معرفة الوقت المناسب والكيفية الصحيحة لاستخدامه. لنحكي عن الأعشاب يلي بيتم استخدامها من أجل التداوي. معنا دكتور عمر أبو سعود، خبير بالأعشاب والطب البديل. يسعد صباحك دكتور عمر. الله يسعد صباحك إن شاء الله. صباح الخير. صباح جميل. صباح الخير. كيف حالك اليوم؟ حياك الله. أنا أستاذ رزان. أهلا فيك. أسعد الله صباحكم وحييكم وحي جميع المشاهدين والعاملين على هذه القناة، وأفتخر بوجودي في هذا القناة معكم مع هذا النخبة من الإعلاميين. أهلا وسهلا فيك. بتشرف. كلك زو. حياكم الله. يسعد صباحكم جميعا. أهلين دكتور عمر. بدي أقول لك، هل فعلا الطب الأعشاب هو بديل عن الطب العادي؟ اسمحي لي أختلف معك بهاي النقطة. هو ليس الطب البديل، إنما هو الطب الأصيل. وهو أصل الطب من الأعشاب قديما وحديثا، وإنما استعاضوا عنه للأرباح التجارية بالمواد الكيماوية ولعدم وجود النباتات ولعدم معرفة الناس بالنباتات والتعامل مع النباتات. ولكن في القديم، وليس في القديم يعني الغابر، وإنما القديم ليس بقديم 30 سنة أو 40 سنة، كانت الناس تتعامل بالأعشاب عندما لم تكن الصيدليات متوفرة، والصيدليات كانت تتعامل بالأعشاب في الفترة الأولى، وإنما حربتها الدول الأوروبية لغايات هي تعلمها أرباحهم المادية الطائلة التي تدور عليهم أرباح أكثر مما يدور عليهم البترول. يعني سيد عمر، انه بنعرف نحن اكيد الاعشاب هي لها تاريخ عريق، وكانت المداوات بالاعشاب قديما يعني ما كان لسه في مواد كيميائيه، لكن خلينا اليوم في عوده او عم نشوف ظواهر انه فعلا بلشت رجعت هالظاهره انه الناس بلشت ترجع انه تستخدم الاعشاب. بنشوف اليوم لما واحد بيوجع معدته بيقول له روح اشرب زهورات او ينسون او لبعض الاعشاب، الجا لبعض الاعشاب. شو السبب؟ السبب انه خساره لارتفاع اسعار العلاجات اول، يعني هذا الامر الاول. الامر الثاني هي تداخلات دوائيه من العلاجات الكيميائيه، انه العلاجات الكيميائيه يكون فيها تداخلات دوائيه، فاذا وصلت الى لم تصل الى حد الداء وارتفعت عن حد الداء نقلته الى مرض اخر. يا اما تقيؤ، واما يعني كانسر، سرطان، او امراض ثانيه، او امراض القرحه. يعاني الناس كثير من امراض القرحه الايام هاي، في هذه الايام، من تناول الادويه، او هشاشه العظام من تناول الادويه وكثره تناول الادويه يعانوا من هشاشه العظام، فينتقل المرض الذي يعاني منه المريض الذي كان مرضا بسيطا الى مرض اكبر منه. يعني افهم من حديثك دكتور انه ممكن الاعشاب بس تداوي المرحله الاولى او بدايات اي مرض، المرحلة الخفيفة من هالمرض، لكن إذا تفاقم المرض مثل ما تفضلت هلا من وجع المعدة، إنه مرحلته إذا وجع عادي أوكي بتداوى بالأعشاب، بس يمكن إذا صار وجع أقوى أو مو شرط قرحة، يعني قبل مرحلة القرحة ممكن التهابات ما بتكون بالأعشاب. يعني عذرا أنا يعني تكلمت إنه هي الأدوية والعلاجات الكيميائية التي تنقل المرض من مرض إلى مرض. أوكي. يعني يعاني مريض من مثلا من صداع
ويتناول مثلا انواع بدون ذكر اسماء الادويه، تناول الادواء على فتره زمن طويل، فتره شهرين او ثلاثة اشهر، فيعني يصبح عنده قرحه، يصاب بالقرحه من تناول هذه الادويه. طب بس هي الاعشاب يعني اوقات لما بيكون في مثلا مرض التهاب بالمعده او التهاب بالصدر، بعتقد انه الاعشاب ما بتحل مكان الدواء. بالعكس، الاعشاب اقوى من المواد الكيماويه وامنه، واذا وصلت لا تصل، لا تنقل المرض من مرحله الى مرحله اذا استخدمت بطريقه صحيحه. إذا استخدمت ورجعت الدراسات الصحيحة وأعطي الموضوع إلى أهله ولم يترك على الغارب يعني، فيعني والآن إحنا في عصر المركبات يعني. كيف عصر المركبات؟ الآن أجسامنا إحنا نأكل كل طعامنا مركبات، فيه مواد كيميائية يعني علبة العصير أو أي علبة مواد غذائية تجد فيها عدة عناصر. فكان في الزمن القديم يعني قبل 30 سنة كانت الناس تأكل من طعام واحد، من القمح او البر او العدس او اللحم، اللحم كان نظيف ما فيها مواد حافظه، عده مواد حافظه. الان اقل منتج فيه ثلاث مواد حافظه، اذا هو صار من المركبات. فيحتاج الانسان يعني، هذا اللي تغيب عن ذهن الناس عندما يتعالج بالنباتات، انه يحتاج الى اكثر من نبته او اكثر من بذره حتى يعني يكون اخذ العلاج مع الغذاء مع الوقايه. يعني يكون اخذ العلاج والوقايه والغذاء، يعني يمزج مثلا على سبيل المثال الاوراق مع الاوراق، البذور مع البذور، والجذور مع الجذور، هكذا يتم دمج الاعشاب. اخذ نقول المرميه، بده ياخذ معها الزعتر، بده ياخذ معها نوع منها من الانواع الثانيه الورقيه اللي تناسبه، شو المرض اللي هو كان بيناسبه له. المرميه مثلا اذا استخدمها لوحدها كانت اول يعني الانسان يستجيب عليها، لكن الان ممكن تعمل له امساك فتره طويله. يعني دكتور انا بدي اسالك يعني اليوم شو هي خلينا نقول الأمراض اللي فعلا تداوى بالأعشاب؟ نحدد أكثر، ما هي الأمراض اللي تداوى بالأعشاب؟ أحسنت. الأمراض اللي تداوى بالأعشاب اللي هي عجز عنها الطب الحديث. يعني الآن أنا حالات كنت حاب أني أعرضها حتى أجيت مبكر، أني نعرض حالات قبل وبعد، عن حالات تم علاجها قبل وبعد بالأعشاب بالمواد الطبيعية بدون أي مواد كيماوية نهائيا، مثل الثعلب الشاملة، مثل كانسر بالجريت 1 أو الجريت 2، مثل أنواع البهاق، مثل الأمراض الجلدية المستعصية، الأكزيما، القوبة، الحزازة، هذه تستجيب إلى العلاج النباتات استجابة سريعة جدا جدا جدا. يعني ما في مجال إنها تخزن الكورتيزون اللي هو متداول ب يعني الأمراض الجلدية، ما في إلها علاج، بروتوكول عالمي كورتيزون. الكورتيزون الآن يتخزن بالجسم وينتقل من مرض، ينقل الجسم من مرض إلى مرض أكبر منه، اللي هو الأمراض اللي هي الهشاشة أو ذات الرئة أو الكانسر أو أمراض السمنة والأمراض هاي. فالأعشاب آمنة جدا ونجحت فيها، وأنا يعني أثق وأقول لك نجحت. أنا فعلا بس كان سؤالي بطريقة سريعة مش اليوم بطريقة. في أعشاب دكتور موجودة بالمنازل، يعني خلينا نحكي للأسر اللي اليوم الناس اللي عم تسمعنا، شو هي ببساطة اللي ممكن إحنا الأعشاب، شو كل مرض بسيط يعني بتعرف اليوم ممكن في طفل عم يبكي ما عم توجعه ممكن يغلي له شيء، شو اللي ممكن يستخدموه الاعشاب يستخدموها لا يعطوه لهذا الطفل؟ جزاك الله خير استاذ هادي. احكي يعني تكلمنا انه احنا الان احنا الوقت الحاضر حتى الطفل الرضيع اذا بده يشرب الحليب الاصطناعي لو بكون صغير او كبير او كذا، في مواد حافظه وفي مواد متداخله من المواد الغير طبيعيه، يعني مش حليب من حليب ام، ممكن يكون باكل شغلات ثانيه فيها مواد مركبات. فيجب دمج الاعشاب كما يعني اسلفنا، انه تكون النباتات يا حبذا تكون اكثر من نوع، ثلاثه اقل معدل، ثلاث نباتات متوازنه بتكون ممتازه. مثلا يكون عنده اكليل الجبل اللي يسمى الحصلبان بالاسم العلمي اكليل الجبل، الميرمية مع الزعتر بيتم مزجه يعني مع بعض، مثلا الغازات بدل ما ياخذ المواد الكيماويه، الغازات، الانفاخ، لو حط معها مثلا شغلات ثانيه، مثلا عندك اسهل الامساكات، الكمون، بذور الكمون واليانسون مع بعض بيغلوهم، لازم يدمج مادتين او ثلاثه هيك لازم، ايوه لازم يكون الدمج معهم عشان ياخذ غذاء وياخذ علاج. الان الامساك بروح عنده، الان الاطفال كثير يعانوا من الامساك من الطعام، من المواد المركبات تدخل في طعام الاطفال من السيرلاك او ما بعد السيرلاك، يعني ما بعد عمر 6 سنوات او 7 سنوات، الطعام العادي اللي بياكلوه يدخل فيه مواد من المركبات. اذا هي اصبحت مركبات وليست مفردات، فاذا هو بحاجه لعلاج مركبات، اذا اكثر هو بحاجه لاكثر من 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 نبته حتى ناخذ هذه العنصر، يعني فيها هاي عناصر فعاله وهي فيها عناصر فعاله، هذه فيها ملين هذه فيها مهدئ. فناخذ المهدئ والملين، الملين يكون مثلا من الكمون، من كذا، من النوعات الكمون متعارف عليها الكمون من قديم الزمان الى الانفاخ، حتى بالناس يعني لا تخلو تكاد بيت يخلو من البهارات من ماده الكمون او اليانسون او شغلات القرنفل او شغلات زي هيك. طيب دكتور، الامراض مثل السكري وارتفاع الضغط
هي كمان إلا مثلا ممكن يصير لها تداوي بالأعشاب؟ طبعا إذا ما صار لها تداوي يعني بصير لها تثبيط، يعني ممكن أنه تتوقف عن التطور. الآن هسه مرض السكري، كثير من مرض السكري ينتقلوا من مرحلة طول العلاج، أمد يعني الأمد الطويل للعلاج، بصير عندهم الفشل الكلوي، بصير عندهم القدم السكرية، التقرحات، الغرغرينة، انتقلوا للمرحلة هاي نتيجة عدم التروية، نتيجة تناولهم الأدوية لفترات طويلة عشرات السنين. يعني مريض صار له 20 سنة بأخذ أدوية، الآن صار عنده تخزين من الأدوية هاي بجسمه، عملت عدم تروية للقدمين، أصبح عنده القدم السكري. عندنا حالات يعني كمان إذا بترك ممكن كمان أن أعرض حالات، وبشاهدوني يعني المشاهدين الآن بثبت يعني بصدق قولي لو في اتصالات أو إشي، إنه القدم السكرية الغرغرينة تنجح الأعشاب بعلاجها. والسكري إذا ما تم علاجه نهائيا يتم تثبيطه أو الاستعانة أو الاستعاضة عن المركبات الكيميائية العالية، وأكثر منه أنه يتناول أكثر من نوع من العلاجات اللي ممكن تعمل له هشاشة عظام أو القدم السكري أو الفشل الكلوي اللي يؤدي إلى الغسيل والمرحلة المرهقة أو هو الموت البطيء القاتل الصمت. يعني حضرتك دكتور بتأكد على أنه في إمكانية عدم استخدام أي دواء كيماوي؟ متأكد يعني بأكد، وبعرفوا الناس أن هذا الكلام صحيح 100%. والنباتات يعني بفضل الله عز وجل حبان الله بلاد الشام كلها من سوريا للأردن لفلسطين. الآن مرض الكانسر سرطان نبتة اسمها العلندة، الاسم المتبع العربي النعض، الوحيدة اللي قادرة على علاج السرطان، وعالجت حالات كثيرة. كندا اعترفت فيها، بلبنان عملوا عليها دراسات بالجامعة. بإمكان أي شخص يدخل على النت ويعمل بحث على نبتة العلندة وشوف الفيديوهات اللي تم شفائهم، كانوا great four، يعني كان يعني أحكي لهم حالة ما يؤس منها. إلزم بيتك يعني. بس دكتور في نقطة كتير مهمة، إنه اليوم كمان ما نأخذ الأعشاب بطريقة عشوائية، يمكن لازم تكون بطريقة منتظمة عن طريق استشاري، بتوقع أفضل ما إنه يروح كل واحد يروح يبلش يتعالج يجي على الوتر. إحنا تكلمنا الموضوع هذا إنه يعني يكون يرد العلم إلى أهله، أو إنه يعني مثلاً إنه واحد يتابع الأمور علمياً. يعني علمياً يعني إحنا نباتات نادرة جداً بلاد الشام. يعني الآن هم الأجانب الأمريكان الأوروبيين يأتوا إلينا ويأخذوها بالتراب الفلوس، وبرجون إياها مواد كيماوية ومعبأة. على سبيل المثال أنت الآن لما جابونا بالمقدمة إنه استعاضة الآن الناس صارت تداوب الأعشاب، أمريكا الآن تحول حوالي عندها 2800 منتج إلى الأعشاب الطبيعية، الأعشاب الطبيعية، منها المكملات الغذائية ومنها العلاجات ومنها التروية ومنها المفاصل. طب دكتور عواقب استخدام الأعشاب بطريقة يعني من دون مراجعة اختصاصي أو استشارته؟ كما أنه المواد الكيماوية لها يعني مضار، نباتات لها مضار. والنباتات دمجت ممكن يعني تنتج عنها يعني إخراج مادة الزئبق، أو تكون هي نفسها مادة سامة. يعني ممكن تكون النبتة نفسها يعني بحد ذاتها نبتة واحدة تكون سامة. خلط النباتات بطريقة غير علمية ممكن يعني أنه ينتج عنها مادة فعالة أو ضارة للجسم تضرها. لكن الآمنة يعني يعرفها كل الناس، يعني مثل النباتات البيتية أو البهارات. لا يعني أنت الآن تقول لي نباتات، أو بتقول لك بدي اعترض على النباتات أو البذور أو بدي اعترض عليها. في الآن طعام إحنا بنأكله أو شيء ما فيه عليه نباتات؟ لا بالتأكيد، كله عليه بهارات، عليه قرنفل، عليه كمون، عليه ينسون، عليه بابونج، عليه شومر، عليه أنواع النباتات هذه كلها. هاي النباتات لو أخذت الآن لما وضعت بكمية قليلة، ملعقة على الطعام، يعني لا تفي تكون إنها علاج. طيب دكتور، بس نصيحة من حضرتك، إنه بهلأ من المعروف عن العسل والتمر، هي مادة غذائية إذا بتتاخد كل يوم الصبح الريق فهي للصحة العامة مفيدة للجسم بشكل عام. شو بتعطينا مثلا نصايح إذا مثلا أعشاب معينة نشربها الصبح بشكل يومي كوقائي للجسم من أي مرض؟ هلا أنا أحكي عن السؤال اللي سألتيه عن التمر والعسل. العسل هذا الآن السؤال هذا مهم جدا، يعني كان لو ما أطرحته أنا كنت بدي أطرحه، لأنه هذا السؤال مهم جدا. تفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم علق إنه الدواء بالداء، وعلق إنه يجب الكل يعني يتزامن الزمان والمكان والوقت يكون مناسب كله. وقال عندما جاء أخوه كان مبطون، فقال اسقه عسلا، فقال يعني ما زاد بطن أخي إلا استطلاقا، فعاد إليه فقال له اسقه عسلا، فعاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له ما زاد بطن أخي إلا استطلاقا، زاد الألم. قال صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. لأن صارت الجرعات ثلاثة اللي هو بسموه الكورس، أخذ جرعة صباحا وجرعة الظهر وجرعة المساء. إذا يعني الآن صار المكان والزمان توافق مع بعض، فيجب أن تكون مثل الكورس. الآن لما الطبيب بيصف لك كورس بيقول لك 14 يوم، فعند قول رسول قال اسقه
ولم يقل أطعمه. إذا العسل هو شراب وليس طعام. كيفية استخدام العسل حتى نستفيد منه كلنا هذه مهمة، يعني معلومة مهمة جدا يجب الكل أن يعلمها ويعني يعمل بها. العسل يكون قد تبلور، وإذا تبلور يعني لا يستفاد منه يعني كعلاج، يصبح كغذاء، وعندما يدخل إلى المعدة أو يعني بدو درجة حرارة عالية عبين ما يرجع لدرجة الحرارة الطبيعية. شو المقصود بالتبلور؟ المقصود أنه يعني يتبلور يحمي نفسه، إذا انخفض درجة حرارته عن 15 درجة يعني إذا تجمد يعني أيوة. خلاص لازم يضل بمكان دافئ تجمد يعني. وبيحفظ يعني يمتص خاصية أي شيء ويعطيه خاصيته الحفظ حتى أنه يستخدم يعني بالمواد التحنيط يعني يدخل فيها العسل. المفروض يكون بمكان دافئ تقريبا ما ينحط يعني يوضع بمكان دافئ. الآن احنا مش موضوع مكان دافئ، يجب أن يكون الماء كوب الماء فاتر حتى يفيد الجسم فيه. حتى يعني يدوب يكون امتصاص سريع بالضبط حتى يفيد. طيب. توضع الملعقة من العسل في كوب ماء فاتر وتحرك جيدا وتترك لمدة ربع ساعة حتى تبرد وتشرب، الآن يكون امتصاص كامل للجسم. طيب دكتور أنا بدي منك اليوم للمنازل، شو الأعشاب اللي ممكن تنصح فيها أنت تكون دائما موجودة في المنزل وما بتشكل ضرر؟ بس ما كفى الدكتور، بس إذا بتخبرنا عن النصيحة الشيء الوقائي اللي ناخده يوميا بالأعشاب. الأشياء الوقائية مثل ما حكينا أنه لتكون آمنة غير العسل يعني كعشاب. العسل مثلا التمر زي ما حكيتي أنت تفضلتي وتكلمتي عن التمر، التمر يعني نسبة السكريات فيه عالية، النشويات فيه عالية، يعني نسبة الوقاية فيه عالية. الزهورات مثلاً بشكل وقائي كل يوم الصبح كويس. الزهورات يعني يجب أن تنوع، لا تؤخذ بشكل يومي حتى لا يصبح تخزين إلا إذا كان فيه مرض، إنه نعرف إحنا نعالج المرض هذا. لكن كوقاية تنوع الأعشاب مثلاً إنه نأخذ يعني كان فيه ما فيه إمساك ما فيه شغلات مثل يعني مضطر إنك تستخدمها حتى ما تكون معدتك مهيج. إذا كان فيه اضطرار لها تستخدم مثلاً الكمون واليانسون زي ما تكلمنا والبابونج. يستخدم. طيب دكتور بس بنرجع لنشوف اهم الاعشاب اللي لازم تتواجد بالمنزل. تكلمت عنها انه قلت لك انا انه مثلا اكليل الجبل هذا دائما يعني بتواجد بنصح انه تواجد في المنزل. الليفندر، الليفندر يعني كما نبته الليفندر بهذا، الزعتر، النعناع، الزعتر الاخضر اصلا، الزعتر الاخضر اللي ممكن يغلى يعني مش الزعتر يعني هذا الزعتر اكيد الزعتر مشان تغلى. ايوه يضاف على الشاي ويضاف يعني يغلى حاله، تكون كميات متساويه مع بعض وتشرب يعني لو شرب منها كأس. هذا الزنجبيل اللي عنده مثلا تحسس او عنده بالصدر او بلغم يعني تنفعه بالزنجبيل مع الحليب مثلا. ينحف صحيح ولا اشاعه دكتور؟ لا ينحف، لكن انه شرط انه ما يكون عنده ضغط الواحد او ما عنده تحسس منه يعني يجب ان يعني ياخذ بعين الاعتبار انه ما يكون عنده تحسس من الزنجبيل. حتى يمكن معلومه اضافيه، الاعشاب صاروا يستخدموها للتنحيف هاي الايام أكثر مادة ناجحة لتنحيف الأعشاب. طيب دكتور عمر أبو السعود خبير بالأعشاب والطب البديل، نحن بنشكرك ونور جولتنا الصباحية. نورتونا أنتم، بس أنا بدي أطلب منكم خدمة إنه إذا بتعرضوا رقم تلفوني والفيسبوك. والله نحن خلص بنعرضه على صفحتنا. لأنه رايحين يطلبوا يعني أكيد أكيد إنه يطلبوا تعرضوا. أكيد حنستضيفك نحن بفقرات ثانية أكيد. يعني عرض المواطنين. وشكرا. شكرا لك. مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع لأخبار الاقتصاد. يلا نحنا كل جمعة وسبت الساعة 1 الظهر.
مشاهدينا أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية. قالت صحف سورية إن حكومة النظام تتجه لتحديد كميات الخبز المدعوم لكل أسرة عبر خطة لاستخدام وسائل الدعم في بيعه وتوزيعه. وأشارت غرف الزراعة السورية إلى أنه بموجب خطة النظام فإن كل مواطن سيحصل على كمية معينة من الخبز وفق الأسعار المدعومة، وأن أي زيادة في الكمية المحددة سيتحمل المستهلك تكاليفها. تأتي هذه الخطوة من طرف النظام استكمالاً إلى استخدام الغذاء بحربه على الشعب السوري بعد رفع أسعار مجموعة من السلع الأساسية في سوريا بالتزامن مع انخفاض القوة الشرائية للليرة وارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 50%. أكدت صحفية سورية موالية للنظام هدم آلاف العقارات في مدينة اللاذقية خلال أيام عيد الفطر بذريعة مكافحة الأبنية المخالفة، واستعادت ما وصفته الصحيفة هيبة الدولة، وبينت الصحيفة أن الأبنية هدمت في ظرف لحظات ولم يتجرأ أحد على الاعتراض، في وقت أكدت مجموعة من الأهالي أن أعمال الهدم أتت انتقاما من أصحابها لتأييدهم للثورة، مشيرين إلى مصادرة حكومة النظام للأراضي ضمن سياسة الاستملاك وتحويلها إلى ساحات عامة، لافتين أن أعمال الهدم لم تشمل المناطق والقرى المؤيدة للنظام على الرغم من احتوائها آلاف الأبنية المخالفة. نفى مراسل أورينت نيوز في تركيا بدء الحكومة التركية نقل إقامة السوريين إلى لجوء إنساني، مشيرا إلى أن الحكومة لم تعلن عن أي شيء بهذا الخصوص حتى الآن. ولفت المراسل إلى أن الحديث حاليا يدور فقط عن نقل منح إقامات اللجوء من دائرة الأمنيات إلى إدارة أخرى دون التطرق لتغيير نوع الإقامة. وكانت تقارير صحفية تحدثت عن تغيير الحكومة التركية نوع الإقامة الممنوحة للسوريين فيها من إذن وزاري خاص ومنع من العمل إلى إقامة لجوء إنساني على خلفية توقيعها اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي لإعادة اللاجئين الذين دخلوا إلى دول الاتحاد بصورة غير شرعية عبر تركيا. وفي أسواق المعادن سجل سعر الذهب وفق لتداول الأسواق السورية انخفاضا طفيفا، فسجل سعر غرام الذهب من عيار 21 6010 ليرات، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 18 5100 ليرة سورية. نترككم الآن مشاهدينا مع أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب لهذا اليوم. نهاية أخبار الاقتصاد، ننتقل إلى فقرة التواصل. النبضة الشمسية أول طائرة تحلق دون قطرة وقود، ميراي أول سيارة هيدروجينية من تويوتا، وغيرها من أخبار العلم والتكنولوجيا في هذا التقرير. تمكنت الطائرة السويسرية التي تحمل اسم النبضة الشمسية القيام بأول رحلاتها التجريبية بنجاح عندما طارت لمدة 90 دقيقة على ارتفاع كيلومتر دون قطرة وقود. الطائرة مغطاة ب 12,000 خلية شمسية على جناحيها التي توازي جناحي طائرة بوينغ 747 العملاقة لتزويدها بالطاقة التي تكفيها للطيران نهاراً وشحن بطارياتها للطيران مساءً. وتعمل النبضة الشمسية بمحركات قوة 40 حصان فقط، تستطيع دفعها للطيران بسرعة 45 كيلومتر فقط في الساعة، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 70 مليون يورو.
اختارت شركة تويوتا اليابانية اسم ميراي لسيارتها الأولى في فئة السيارات التي تشتغل بأجهزة كهروكيميائية وتعني المستقبل باللغة اليابانية. وأكدت إدارة شركة تويوتا قناعتها بأن المشتري سيستطيع تقدير السيارة التي تعمل بالهيدروجين، وسيبلغ سعر سيارة تويوتا ميراي في اليابان ما يقارب من 70,000 دولار على أن تبدأ مبيعات السيارة الجديدة الربيع المقبل. اكتشف خبراء الأمن ثغرة خطيرة في نظام تشغيل أندرويد تسمح للهاكرز بالوصول بسهولة إلى معلومات قيمة وسرقتها، ضمنها المراسلات الشخصية عبر البريد الإلكتروني وسرية المعلومات المالية. وتكمن خطورتها في أن الهاكرز يتمكنون من استنساخ معلومات وتقديمها كمرفق باسم مستخدم شرعي، وكل من يستخدم هاتفا ذكيا بنظام أندرويد يمكنه معرفة ما إذا كان قد اخترق هاتفه أم لا بواسطة بلو بوكس لابس وتنزيل المسح الضوئي لشركة جوجل بلاي بعد التحميل. في إثيوبيا، مصممة أزياء تعتمد في عملها على النساء الفقيرات اللواتي يتواجدن في الشوارع، وإطلاق عربات في القطارات مخصصة فقط للنساء في تايلاند وغيرها مشاهدينا في التقرير التالي. نبدأ جولتنا من إثيوبيا، فقد قررت مصممة الأزياء هيود جاشو تنفيذ حلمها بتقديم خط للأزياء الخاص بها عبر توظيف النساء الفقيرات وتعليمهن الحياكة والتطريز من أجل إعالة أنفسهن. وما يميز هيوت عن غيرها من المصممين هو أنها اختارت العاملات لديها من فتيات الشوارع والمتسولات بمساعدة جمعية خيرية محلية تتعامل مع النساء والعائلات الفقيرة. وإلى تايلاند، فقد أطلقت المؤسسة الحكومية للسكك الحديدية عربات للنساء والأطفال فقط بعد حالة اغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر 13 عاما على متن قطار، ما أثار غضب الرأي العام. وقد لونت العربات الجديدة باللون الوردي الداكن وعلامات كتب عليها للسيدات والأطفال فقط. وفي الصين، أدى انفجار في ورشة للمواد المعدنية في أقليم جيانغسو شرقي البلاد إلى مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا وجرح العشرات. وقالت وسائل الإعلام المحلية إنه لدى وقوع الانفجار كان أكثر من 200 عامل موجودين في المكان، وإن 40 ماتوا على الفور. وفي نيبال، اجتاحت الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة عدة قرى بأقليم جولمي، ما أدى لمقتل 13 شخصا وإصابة العشرات، فيما أدى انهيار الكتل الطينية لسد مجرى سانكوشي ما زاد من مخاوف الأهالي من حدوث فيضانات. فادي، لفت نظري الخبر تبع تايلاند يلي عملوا أنه قطار خصوصي للنساء. لو يمكن نحن بدولة عربية عاملين شيء خاص للنساء كانوا قالوا علينا متخلفين وإسلاميين وما بعرف شو. أنا عجبني الاعتماد على النساء الفقيرات في عرض الأزياء. يعني إنه بيستغلوا تواجدهم من الشارع وبيعرضوا الأزياء، فبيعطوهم يعني هي يعني مصدر رزق بصير جديد كمان لهم. صحيح، هو كأنه كل شيء بيتعلق بالنساء هو بيلفت للنظر. طبعا. مشاهدينا، حلقتنا لليوم خلصت معكم. للتواصل معنا والاقتراحاتكم وأفكاركم راسلونا على صفحتنا على الفيسبوك جولة دوت الصباح أو على الإيميل sabah@orient-tv.net. مشاهدينا، مننهي حلقتنا لليوم بأغنية موطن لوصف المعصراني. كل محبة لكم، انطرونا بحلقة جديدة يوم غدا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا اللباء، موطني 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 يا أنا. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو
خير أمة بين الأمم ونكون حظ خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا اللباء، موطني 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 أنا. كم سهرنا من ليالي بالصباح لا ننام، كم عراقي لا كسر، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبر، كم تركنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم. كم سهرنا من ليالي الصباح لا ننم، كم عراقي لا كسر، كم تركنا من حمم، كم جسور قد عبر، كم حفظنا من رزم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. وقل كل آلي والشهادة أسهلي، فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم. يا نجوم